الحقيقه طبعا كل الناس عايزه تعود الجماهير. احنا داخلين على كاس عالم، ما ينفعش النهارده يبقى مفيش جمهور. وكره القدم بدون جمهور يعني بالظبط زي كده ايه، جنينه بدون زرع. فاتفقنا ان شاء الله عوده الجماهير ان شاء الله من الموسم الجاي. اما بالنسبه للموسم ده هنزود عدد الجماهير ل 300 في المباريات ابتداء من بكره في الدوري العام. اما بالنسبه لكاس مصر ان شاء الله هيعود الجمهور بحوالي يمكن 5000 على حسب الماتش بس، ومن الفرقتين، بحيث ان مثلا زي الاهلي والداخليه هيبقى في 5000، الاهلي بيخلوه 5000 والداخليه ليها 5000. ومتهيألي هو ده الحل المناسب، لان زي ما قلنا محتاجين بقى ان الجمهور يرجع، وشكلنا وحش قوي في وسط العالم كله انك انت النهارده دخلت كاس العالم ومش قادر تنظم مباريات بدون جمهور. يعني لابد ان كل طرف من المنظومه يتحمل مسؤوليته، الامن بيتحمل مسؤوليته، النادي بيتحمل مسؤوليته، منظم المسابقه سواء بقى اتحاد الكوره او لجنه الانديه السنه الجايه، كل واحد بيتحمل مسؤوليته. مسؤوليه الانديه انها تحافظ على، هي اللي بتطبع التذاكر سواء بقى السيستم بتاعها اونلاين او بتبعت بطاقات موسميه، ده كل نادي بيعمل السيستم بتاعه. ويبقى التنظيم جوه الاستاد بيبقى برده مسؤوليه النادي، اما الامن بيبقى مسؤوليته بره، بحيث ان هو بيفتش بيبقى بيضمن ان ما فيش اي حاجه بتخش غير سليمه. وفي نفس الوقت بقى النادي سواء بقى بيتعاقد مع شركه امن او الامن بتاعه بيعمله، فدي بقى كل نادي هو لابد ان هو يتحمل مسؤوليته.